أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم شهادة تخرج بمستوى احترافي على برنامج وورد. تابعونا. أهلا بكم من جديد. طبعا أفضل مقاس لشهادات التخرج هو مقاس A4، وطبعا يفضل أن يكون أفقي. فنذهب إلى قائمة تخطيط حتى نتأكد من المقاس هو A4. طبعا من الحجم نختار A4، ومن الاتجاه نختار أفقي، راح يكون اتجاه الورقة بشكل أفقي. طيب ممكن طبعا نكبر العرض من خلال نضغط على Ctrl ورولة الماوس، أو من خلال نضغط على هذا الخيار اللي هو الزائد والناقص، طبعا راح تصغر العرض والزائد يكبر العرض. طيب الآن راح نضيف الباك جراوند الخاص بالشهادة من خلال قائمة إدراج صور. طبعا هذه هي الباك جراوند الخاص بالشهادة، وطبعا هذه الصور راح تكون مرفقة مع هذا الفيديو. الآن راح نضع هذه الشهادة بالخلفية من خلال الضغط على الصورة كليك أيمن، ومن ثم التفاف النص ونختار خلف النص. راح نكبر الصورة ونضعها بالركن الأعلى، طبعا راح نكبرها بحيث تكون على ملأ الورقة. جيد. الآن من قائمة إدراج الصور راح نضيف هذه المخطوطة الخاصة بالشهادة. طبعا ما نقدر نحركها، لابد نعمل لها التفاف النص من خلال كليك أيمن التفاف النص، وراح نختار أمام النص. طبعا الباك جراوند كان خلف النص والشهادة أصبحت أمام النص. جيد. الآن راح نضيف النص أو محتوى الشهادة من خلال إضافة مربع نص، طبعا من قائمة إدراج مربع نص ورسم مربع نص. راح نضيف مربع نص بهذه المنطقة وراح نكتب محتوى الشهادة. طبعا تم تجهيز هذه النصوص للسرعة ولاختصار وقت الفيديو. طيب الآن راح ننسق هذا النص من الصفحة الرئيسية. طبعا نضغط على قائمة توسيط ونختار الحجم مثلا 22، وطبعا راح نختار نوع خط وليكن هذا الخط. جيد. الآن مثل ما نلاحظ طبعا مربع النص بخلفية لون أبيض وبإطار، طبعا من تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، والمخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. جيد. الآن راح نحدد الباك جراوند ونضغط على شيفت ونحدد الشهادة، نضغط على شيفت ونحدد هذا النص. نلاحظ أنه جميع المكونات تم تحديدها. راح نذهب إلى قائمة تنسيق ومن ثم محاذاة ونختار إلى الوسط حتى كل التفاصيل راح تكون متوسطة. جيد. طبعا محمد علي فاضل الاسم راح نكبره قليلا ونعطيه لون أحمر بهذا الشكل. جيد. طبعا لا بأس من كلمة والتي تنزل بالأسفل وبهذه الطريقة. طبعا ممكن طبعا نضيف تكملة للشهادة. بهذا الشكل. طبعا الآن من قائمة إدراج مربع نص رسم مربع نص، طبعا راح نضيف مسؤول الأكاديمية مثلا المدرب. طبعا من الصفحة الرئيسية راح نختار حجم خط وليكن 14، وطبعا راح نختار نوع خط ومن ثم طبعا توسيط. من قائمة تنسيق تعبئة الشكل بلا تعبئة، المخطط التفصيلي بلا مخطط تفصيلي. ممتاز. الآن بهذا الشكل. طبعا جيد.
الآن راح نحدد هذا النص، مربع النص راح نحدده ونضغط على كنترول، طبعا نبقى ضاغطين على كنترول ونخلي الماوس على الإطار الخاص بمربع النص هذا الإطار، وطبعا مع الاستمرار بالضغط كنترول وراح نسحب النص حتى نستنسخه، وراح نكتب مثلا هنا أكاديمية التطوير القيادي لإعداد جيد. الآن طبعا أيضا بنفس الطريقة راح نضغط على كنترول وطبعا راح نسحبها إلى اليسار بهذا الشكل، طبعا راح نترجم هذا النص باستخدام جوجل. وطبعا راح نلصق النص بعد الترجمة، راح فقط نقلص الارتفاع، ارتفاع الأسطر من الصفحة الرئيسية، تباعد الأسطر طبعا ممكن يكون 1 أو ممكن من خيارات تباعد الأسطر نختار متعدد ونكتب مثلا 0.8. ممتاز. الآن بهذا الشكل جيد. طبعا ممكن هذا الجزء الأول نعطيه بولد بهذه الطريقة. أيضا طبعا ممكن نستنسخ النص في هذا المكان ونكتب مثلا s.n خط فاصل مثلا 0056 اللي هو الرقم التسلسلي، طبعا ممكن يكون بهذه المنطقة ممكن يكون بنفس المنطقة بنفس مكانه، فقط نلغي من عند البولد بهذا الشكل. جيد. الآن طبعا راح نستنسخ هذا النص، نضغط على كنترول ونسحبه مثل ما تعلمنا، وطبعا راح نكتب أكاديمية، طبعا راح يكون باللون الأبيض، ممكن طبعا نكبر حجم 16 يكون بهذا الشكل. طبعا راح نقلص مربع النص وراح نكتب هنا التطوير، طبعا ممكن التطوير تكبر يعني أكاديمية ممكن تصعد والتطوير أيضا ممكن تصعد، وطبعا راح نستنسخ أكاديمية مثل ما تعلمنا بالكنترول القيادي بهذه الطريقة، نحاول طبعا نصعد النصوص. ممكن طبعا الياء تكون بها مادة من خلال نضغط على شيفت وتاء. طبعا فقط نحرص انه مثل ما نلاحظ اصبح عندنا شهادة تخرج احترافية وبسيطة بنفس الوقت.